بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلاة وسلاما على أشرف المرسلين سيدنا محمد أشرف خلق الله أجمعين. ثم أما بعد، معكم مدرس المهارات الحياتية والتربية الأسرية بثانوية دار الثقافة الأهلية. معا في وحدة جديدة من وحدات منهج مادة المهارات الحياتية والتربية الأسرية، الوحدة الرابعة بعنوان مهارات استثمار الوقت. عندنا في مهارات استثمار الوقت أربع دروس. الدرس الأولاني اسمه استثمار الوقت، الدرس الثاني وقت الفراغ، الدرس الثالث الاستمتاع بالإجازات، الدرس الرابع والأخير في الوحدة درس تنظيم الرحلات. أول درس معانا من دروس هذه الوحدة درس استثمار الوقت. الوحدة بتتكلم عن أن الوقت أثمن ما يملكه الإنسان، فهو هبة الرحمن التي بها يعيش وعليها يحاسب ويسأل عليه، وهو ثروة الإنسان الحقيقية التي متى ما استثمرها ربح في دينه ودنياه، ومتى ما ضيعها فقد الكثير. المولى عز وجل يقول في محكم آياته: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهنا يقسم المولى عز وجل بالوقت بالعصر، وهذا ما يدل إلا على أهمية هذا الوقت وأهميته في حياتنا. فقد أعطى الله لنا عز وجل الحرية في التصرف في وقتنا كيفما نشاء ابتلاء واختبارا له، فكلنا يحيا الليل والنهار ويقطع 24 ساعة في ممارسات تختلف بين الجيد والرديء. فهناك من جعل يومه ذا مردود إيجابي عليه وعلى مجتمعه، وهناك من ضيع وقته بشغله فيما لا ينفع بل فيما يضر. ولذلك نجد مادة المهارات الحياتية والتربية الأسرية يعني تضع وحدة كاملة تتحدث عن مهارة استثمار الوقت، وكلنا يجب إتقان تلك المهارة. فاستثمار الوقت مهارة قل من يتقنها ليحقق أهدافه ويصل إلى مراده، ذلك أن الوقت له أهميته ليس على مستوى العمل الدنيوي فحسب، بل على مستوى العمل الأخروي فقط أيضا الذي يسأل فيه العبد عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. لذا ظهرت الحاجة إلى مهارة استثمار الوقت بوجه عام ووقت الفراغ بوجه خاص. فأول درس عندنا من دروس الوحدة درس استثمار الوقت. يقول العلامة ابن القيم في كتابه الجواب الكافي: العارف من لزم وقته فإن أضاعه ضاعت عليه مصالحه كلها، فجميع المصالح إنما تنشأ من الوقت، وإن ضيعه لم يستدركه أبدا. من فينا يستطيع أن يعيد الزمن مرة أخرى؟ لا أحد، بل كل دقيقة وكل ثانية تضيع من عمرنا، تمام، وتعد من عمرنا. ويقول الإمام الشافعي رضي الله عنه رحمة الله عليه: صاحبت الصوفية فلم أستفد منهم سوى حرفين، أحدهما قوله: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل.
استثمار الوقت معناه ايش يا ولاد؟ استثمار الوقت معناه عملية الاستفادة من الوقت المتاح لنا. كيف هنستفيد منه؟ بتنظيمه، بحسن إدارته. ليش؟ لنحقق أهدافنا مع المحافظة على تحقيق التوازن بين متطلبات الحياة العملية والحياة الخاصة، وبين حاجات الجسد وحاجات الروح. يبقى أنا عشان أستثمر وقتي إن أنا أنظم تنظيم جيد، أحسن إدارته، ألا أضيعه هباء بلا فائدة، تمام؟ حتى نحقق جميع الأهداف، وحتى أحقق التوازن بين متطلبات الحياة العملية والحياة الخاصة، وبين حاجات الجسد وحاجات الروح. طيب إيش هي أهمية الوقت في الإسلام؟ هل الوقت في الإسلام له أهمية؟ أكيد طبعا له أهمية. فالوقت من النعم العظيمة التي أنعم الله بها علينا. الوقت من النعم العظيمة التي أنعم الله بها علينا، ونجده يقسم بها في قرآنه الكريم. والقسم بالوقت في القرآن الكريم لعظم شأنه، حينما يقول المولى عز وجل والعصر، فهو يقسم بالظهر والعصر والوقت، تمام، لعظم شأن هذا الوقت. فالوقت مسؤولية كبرى، وهو أمانة عند الإنسان، وسيسأل عنه يوم القيامة. سوف نسأل يوم القيامة عن هذا الوقت، تمام؟ سوف نسأل يوم القيامة عن هذا الوقت، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. والوقت وعاء العبادة الذي تؤدى فيه. فما واجبنا إذن تجاه الوقت؟ وواجب المسلم تجاه الوقت، واجب المسلم نحو الوقت أن يحرص الحرص الكامل على الاستفادة من هذا الوقت، أن يغتنم أوقات الفراغ، وألا يضيعها هباء بلا فائدة، المسارعة في الخيرات، الاعتبار أيضا بمرور الأيام، فكل ساعة وكل يوم وكل أسبوع بل وكل ثانية من عمرنا، تمام؟ تحري الأوقات الفاضلة، والتخطيط الوقت وتنظيمه. حينما نخطط تخطيطا جيدا للوقت نحقق أهدافنا بسهولة وبيسر، تمام؟ أيضا الالتزام بالمواعيد، ووجوب الحذر من مضيعات الوقت. ده واجب المسلم نحو الوقت، هو الحرص على الاستفادة من الوقت، اغتنام أوقات الفراغ، المسارعة في الخيرات، الاعتبار بمرور الأيام، تحري الأوقات الفاضلة، التخطيط الوقت وتنظيمه، الالتزام بالموعد، ووجوب الحذر من مضيعات الوقت. طيب هل او ما هي مضيعات الوقت؟ اول شيء يا اولاد من مضيعات الوقت هو التسويف والتأجيل. اننا اقول ان شاء الله هنسوي ايش غدا، هنسوي ايش بعد غد، هنسوي ايش الاسبوع القادم، كل ده بيضيع الوقت. ليش انا ناجل كل الاعمال دي بكره ولا بعده ولا بعده ولا الاسبوع القادم ولا الشهر القادم، تمام؟ فاول شيء من مضيعات الوقت هو التسويف او التأجيل. أيضا عدم الانضباط وحب التسيب والراحة، ده يؤدي أيضا إلى تضييع الوقت، ومن مسببات تضييع الوقت إن أنا بحب التسيب، بحب الراحة، إن أنا ما أقوم بعملي، ما أقوم بواجباتي، ده يؤدي إلى تضييع الوقت. أيضا من مضيعات الوقت الغفلة والتسلية بالمكالمات الهاتفية، نقعد بالساعة وبالساعتين على الجوال، على الإنترنت، على مواقع التواصل الاجتماعي، ده أيضا بيضيع الوقت. وأيضا عدم التخطيط للوقت من مضيعات الوقت.
طيب كيف نستثمر وقتنا؟ ده اللي عندنا صفحة 90 بيتكلم عن استثمار الوقت، إن أنا نخطط تخطيط جيد ليومي في مساء اليوم الذي قبله، وأنا جالس بالليل نخطط إن شاء الله أنا هنسوي إيش في الغد. نقدر لكل عمل وقت مناسب لأداء من غير إفراط أو تفريط. كل عمل أنا شايفه الوقت ده هيكفيه قد إيش من الوقت، هيستغرق ساعة، هيستغرق ساعتين، تمام، من غير إفراط أو تفريط. ألا نبالغ في وضع أعمال كثيرة في خطتك اليومية، لا، ما نكرس أعمال كثيرة خلال اليوم، لا، نسوي أعمال بس تكون إيه، ما نبالغ فيها زيادة عن اللازم. أيضا إذا شعرت بالتعب أقوم بأحب الأعمال إلي، ثم نستعيد أو حتى نستعيد نشاطي مرة أخرى ونقوم بالأعمال الأخرى. أفعل الأشياء المهمة ولا تحتاج جهد عندما نكون في كامل طاقتي وحيويتي. لما نلاقي مثلا في بداية اليوم أبدأ بالأعمال والأشياء المهمة اللي بتحتاج جهد أكبر، تمام. رقم 6، أستغل هوامش الأعمال الطويلة لإنجاز أعمال قصيرة، مثل مثلا نسوي رحلة في الطائرة، مثلا رحلة في الطائرة أقرأ خلال كتاب، تمام، فده إيه، هوامش الأعمال الطويلة لإنجاز أعمال قصيرة. أيضا اجعل جزءا من برنامجك اليومي لتطوير ذاتك وزيادة ثقافتك. احترم أوقات الصلوات الخمس ونأديها في وقتها، ففي هذا إرضاء لله سبحانه وتعالى وتجديد لنشاطي إيه؟ وشحذ لمه إيه؟ لهمتي. أجعل لنوافل العبادة جزءا من برنامجك اليومي. وأخيرا أستفد من أوقات الانتظار، فمثلا يمكن القراءة فيها أو الاستماع أو عمل شيء مهم منها. بكده نكون انتهينا من درس استثمار الوقت، ومع درس وقت الفراغ في الحصة القادمة بإذن الله. شكرا لكم.